تبارك الله إلهنا كل حين لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يمتحن. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يمتحن. أيها الثالوث قدوس ارحمنا يا رب اغفر خطايانا يا سيد تجاوز عن سيئاتنا يا قدوس طلع واشف امراضنا من جسمك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولدهر الداهرين أمين. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن انجنا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح حبيبك المؤمنين الغلب على الشرير واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين. المجد للآب والابن والروح القدوس يا من ارتفع على الصليب مختارا أيها المسيح الإله. امنح رأفتك لشعبك الجديد المسمى بك وفرح بقوتك عبيدك المؤمنين مانحا إياهم الغلبة على محاربيهم لتكن لهم معونتك سلاحا للسلام وظفرا غير مقهور. آمين. ودهر الداهرين آمين. أيتها الشفيعة الرهيبة غير المخذولة يا والدة الإله الكلية التسبيح لا تعرضي يا صالح عن توسلاتنا بل وطدي سيرة المستقيم الرأي وخلص الذين أمرت أن يتملكوا وامنحيهم الغلبة من السماء بما أنك ولدت الإله أيتها المباركة وحدك. حمنا يا الله بعظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم. كيريليسون. وأيضا نطلب من أجل المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسي. يا رب ارحم. وأيضا نطلب من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا وجميع إخوتنا في المسيح. كيريليسون. لأنك إله رحيم ومحب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. باسم الرب بارك. المجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر المحيي غير المنقسم كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي في خبر فمي تسبيحتك. يا رب افتح شفتي في خبر تسبيحتك. يا رب لماذا كثر الذين يحزنوني كثيرون قاموا علي كثيرون يقول نفسي لا خلاص له بإلهه. وأنت يا رب ناصر ومجدي ورافع رأسي بصوتي إلى الرب صرخت فأجابني من جبل قدسه. أنا رقدت ونمت ثم قمت لأن الرب ينصرني فلا أخاف من ربوات الشعب المحيطين بي المتآزرين علي. قم يا رب خلصني يا إلهي فإنك قد ضربت كل من يعاديني باطلا وسحقت أسنان الخطأ. للرب الخلاص وعلى شعبك بركتك. أنا رقدت ونمت ثم قمت لأن الرب ينصرني. يا رب لا بغضبك توبخني ولا برزقك تؤدبني فإن سهامك قد نشبت في ومكنت علي يدك. ليس للجسد شفاء من أجل غضبك ولا سلامة في عظامي من أجل خطاياي لأن آثامي قد تعالت فوق رأسي كحملا ثقيلا قد ثقلت علي. قد أنتنت وقاحت جراحاتي من قبل جهالتي شقيت وانحنيت إلى الغاية والنهار كله مشيت عابسا لأن متني قد امتلأ مهازي أو ليس للجسد شفاء. شقيت واتطعت جدا وكنت أئن من تنهد قلبي. يا رب إن بغيتي كلها أمامك وتنهدي لم يخف عنك. قد اضطرب قلبي وفارقتني قوتي ونور عيني أيضا لم يبق معي. أصدقائي وأقربائي دنوا مني وقفوا لدي وجنسي وقف مني بعيدا. وأجهدني الذين يطلبون نفسي والمنتمسوا لي الشر تكلموا بالباطل وغشا طول النهار درسوا. أما أنا فكأصم لا يسمع وكأخرس لا يفتح فاه. وصرت كإنسان لا يسمع ولا في فمه تبكيت.
لأني عليك يا رب توكلت أنت تستجيب لي يا ربي وإلهي، لأني قلت لا يشمت بي أعدائي وعندما زلت قدماي عظموا علي الكلام، لأني أنا ضربي مستعد ونجاعي لدي في كل حين، لأني أنا أخبر بإثمي ومنهتم من وجه خطيئتي، أما أعدائي فأحياء وهم أشد مني، وقد كثر الذين يبغضوني ظلما، الذين جازوني بدل الخير شرا محلوا بي لأجل ابتغاء الصلاح، فلا تهمني يا ربي وإلهي ولا تتباعد عني، أسرع إلى معونتي يا رب خلاصي. فلا تهمني يا ربي وإلهي ولا تتباعد عني، أسرع إلى معونتي يا رب خلاصي. يا الله إلهي إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، بكم نوع لك جسدي، في أرض برية وغير مسلوكة وعادمة الماء، هكذا ظهرت لك في القدس ولعان قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة وشفتي تسبحانك، هكذا أباركك في حياتي واسمك أرفع يدي، فتمتلئ نفسي كمان من شحم ودسم وبشفاه الابتهاج يسبحك فمي، إذا ذكرتك على مفرشي هذت بك في الأسحار، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحك أستتر، التصقت نفسي وراءك ويا عضدت يمينك، أما الذين يطلبون نفسي باطنا فسيدخلون في أساف الأرض ويدفعون إلى أيدي السيوف فيكونون أنصبة للثعالب. أما الملك فيسر بالله ويمتدح كل من يحلف به، لأنه قد سدت أفواه المتكلمين بالظلم، هذرت بك في الأسحار لأنك صرت لي عونا وبظل جناحك أستتر، التصقت نفسي وراءك ويا أعضدت يمينك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولدهر الداهرين آمين. هللويا 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 المجدرك الله، هللويا 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 المجدرك الله، هللويا 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 المجدرك الله. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. يا رب إله خلاصي، في النهار صرخت وفي الليل أمامك، فلتدخل قدامك صلاتي، أمل أذنك إلى طلبتي، فقد امتلأت من الشرور نفسي ودنت من الجحيم حياتي، حسبت مع المحذرين في جب، صرت مثل إنسان ليس له معين حرم بين الأموات، مثل المجرحين الرقود في القبور الذين لا تذكرهم أيضا وهم من يدك مقصون، جعلوني في جب أسفل السافلين في ظلمات وظلال الموت، علي استقر غضبك وجميع أهوالك أجستها علي، أبعدت عني معارفي، جعلوني لهم رجاسة، قد أسلمت وما خرجت وعيناي ضعفتا من المسكنة، صرخت إليك يا رب النهار كله وإليك بسطت يدي، ألعلك الأموات تصنع العجائب، أم الأطباء يقيمونهم فيعترفون لك، هل يحدث أحد في القبر برحمتك وفي الهلاك بحقك، هل تعرف في ظلمة عجائبك وعدلك في أرض منسية، وأنا إليك يا رب صرخت فلتبلغ في الغداة صلاتي، لماذا يا رب تقصي نفسي وتصرف وجهك عني، فقير أنا وفي الشقاء منذ شبابي، وحين ارتفعت اتضعت وتحيرت، علي جاز جزك ونزعاتك أزعجتني، أحاطت بك الماء والنهار كله اكتنفتني معا، أبعدت عني صديقة والقريبة ومعارفي من الشقاء، يا رب إله خلاصي، في النهار صرخت وفي الليل أمامك، فلتدخل قدامك صلاتي، أمل أذنك إلى طلبتي، بارك يا نفسي الرب وجميع ما في داخل اسمه القدوس، بارك يا نفسي الرب ولا تنسى جميع مكافأته، الذي يغفر جميع أثامك، الذي يشفي جميع أمراضك، الذي ينجي من الفساد حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخيرات شهواتك فيتجدد كالنسر شبابك، الرب صانع الرحمات والقضاء لجميع المظلومين، عرف موسى طرقه بني إسرائيل مشيئاته، الرب رحيم ورؤوف طويل الأنات وكثير الرحمة، ليس إلى القضاء يسخط ولا إلى الدهر يحقد، لا على حسب أثامنا صنع معنا ولا على حسب خطايانا جازانا، لأنه بمقدار ارتفاع السماء عن الأرض قوى الرب رحمته على الذين يتقونه، وبمقدار بعد المشرق من المغرب أبعد عنا سيئاتنا، كما يترأف الأب على البنين يترأف الرب على خائفين، لأنه عرف جبلتنا وذكر أننا تراب نحن، الإنسان كالعشب أيامه وكزهر الحقل كذلك يزهر، لأنه إذا هبت فيه الريح ليس يثبت ولا يعرف أيضا موضعه، فهي منذ الدهر وإلى الدهر على الذين يتقونه، وعدله على أبناء البنين الحافظين عهده والذاكرين وصاياه ليصنعوها، رب هي عرشه في السماء ومملكته تسود على الجميع، بارك ربي جميع ملائكته المقتدرين بقوة العاملين بكلمة عند سماع صوت كلامه، بارك ربي جميع قواته خدامه العاملين إرادته، بارك ربي جميع عمله في كل موضع سيادته، بارك يا نفس الرب في كل موضع سيادته، بارك يا نفس الرب، يا رب استمع صلاتي وأنسد بحقك إلى طلبتي، استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك، فإنه لن يتزكى أمامك كل حين، لأن العدو قد اضطهد نفسي وأذل في الأرض حياتي وأجلسني في الظلمات مثل الموتى منذ الدهر، وأضجر علي روحي واضطرب قلبي في داخلي، تذكرت الأيام القديمة، هذت في كل أعمالك وتأملت في صناع يديك، بسطت يدي إليك ونفسي لك كأرض لا تمطر، أسرع فاستجب لي يا رب، قد فنيت روحي، لا تصرف وجهك عني فأشابه الهابطين في الجب، اجعلني في الغداة مستمعا رحمتك، فأني عليك توكلت، عرفني يا رب الطريق الذي أسلك فيه،
فإني إليك رفعت نفسي أنقذي من أعدائي يا رب، فإني قد لجأت إليك، علمني أن أعمل مرضاتك لأنك أنت إلهي. روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة من أجل اسمك يا رب، تحيني بعدك، تخرج من الحزن نفسي، وبرحمتك تستأصل أعدائي وتهلك جميع الذين يحزنون نفسي، لأني أنا عبدك. استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك، استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك. روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. يا إلهنا ورجانا لك المجد. بسلام إلى ربنا نطلب من أجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى ربنا نطلب يا رب رحم. من أجل سلام كل العالم وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى ربنا نطلب يا ليصال. من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى ربنا نطلب يا رب رحم. نجي أبينا وبطياركنا يوحنا والكهنة المكرمين والشمامس الخدام بالمسيح وجميع الكليروس والشعب إلى ربنا نطلب يا ليصال. من أجل حكامنا ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى ربنا نطلب يا رب رحم. من أجل هذه المدينة وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى ربنا نطلب من أجل اعتدال الأهوياء وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلامية إلى ربنا نطلب يا رب رحم. من أجل المسافرين برا وبحرا وجوا، المرضى والمتألمين والأسرى وخلاصهم إلى ربنا نطلب يا ليصال. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى ربنا نطلب يا رب رحم. حاضر وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا ليصال. بعد ذكرنا الكليات القداسة طاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، فلندع ذواتنا بعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب، لأنه بك يليق كل مجد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. الله الرب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب. اعترفوا للرب وادعوا باسمه القدوس. الله الرب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب. كل الأمم حاطت باسم الرب قهرتها. الله الرب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب. من قبل الرب كانت هذه وهي عجيبة في أعيننا. الله الرب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب. في ميلادك حفظت البتولية وصنتها، وفي رقادك ما أهملت العالم وتركته يا والدة الإله، لأنك انتقلت إلى الحياة بما أنك أم الحياة، فبشفاعتك أنقذي من الموت نفوسنا. ميلادك حفظت البتولية وصنتها، وفي رقادك ما أمنت العالم وتركته يا والدة الإله، لأنك انتقلت إلى الحياة بما أنك أم الحياة، فبشفاعتك أنقذي من الموت نفوسنا. في ميلادك حفظت البتولية وصنتها، وفي رقادك ما أهملت العالم
وتركته يا والدة لله، لأنك انتقلت إلى الحياة بما أنك أم الحياة، فبشفاعتك أنقذي من الموت نفوسنا. إذن ويدوم السلام إني لربنا أطلب كيري ليسو، اضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، فلندع ذواتنا بعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. اهتف يا داود، ماذا العيد الحاضر؟ قال: إن التي سبحتها في كتاب المزامير كبنة وفتاة الله وبتول، قد نقلها المسيح المولود منها بغير زرع إلى المساكن التي هناك، فلذلك تفرح الأمهات والبنات وعرائس المسيح هاتفات: افرحي يا من انتقلت إلى الممالك العلوية. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أمين. اهتف يا داود، ماذا العيد الحاضر؟ قال: إن التي سبحتها في كتاب المزامير كبنة وفتاة لله وبتول، قد نقلها المسيح المولود منها بغير زرع إلى المساكن التي هناك، فلذلك تفرح الأمهات والبنات وعرائس المسيح هاتفات: افرحي يا من انتقلت إلى الممالك العلوية. إن المصف الكلي الإكرام، مصف الرسل الحكماء، قد التأم بحال عجيبة ليجهز جسدك الطاهر بتمجيد يا والدة الإله الكلية التسبيح، ومعه قد سبحت جماهير الملائكة مادحين انتقالك الموقر الذي نعيد له بإيمان. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أمين. إن المصف الكلي الإكرام، مصف الرسل الحكماء، قد التأم بحال غريبة ليجهز جسدك الطاهر بتمجيد يا والدة الإله الكلية التسبيح، ومعه قد سبحت جماهير الملائكة مادحين انتقالك الموقر الذي نعيد له بإيمان. يا كل الأرض هللويا، هللوا لله يا كل الأرض هللويا، هللوا قدام الرب الملك في مدينة رب القوات، في مدينة إلهنا. هللويا. الله أسسها إلى الدهر. هللويا. الله في وسطها فلن تتزعزع. قد قدس العلي مسكنه. هللويا. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي. هللويا. بماذا أكافئ الرب عن كل ما أعطاني؟ خلاصي أقبل وباسم الرب أدعو. هللويا. قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت قدسك. هللويا. قدوسا هو هيكلك عجيبا في العدل. بيتك ينبغي التقديس يا رب إلى طول الأيام. هللويا. سأذكر
نذكر اسمك في كل جيل وجيل. هللويا 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 المجد لك يا الله. هللويا 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 المجد لك يا الله. هللويا 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 المجد لك يا الله. يا إلهنا ورجانا لك المجد. أيضا سلام إلى ربنا كريا لا إنسى. اضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، فلندع ذواتنا بعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك لأنك إله صالح ومحب للبشر، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أمين. أما في ميلادك فحبل بغير زرع، وأما في رقادك فموت بغير فساد. إن في ذلك قد اقترن عجب بعجب مضاعف، لأنه كيف العادمة الزواج ترضع طفلا وتلبث نقية؟ أم كيف أم الإله تجهز بالأطياب كمائتة؟ فلذلك نهتف إليك مع الملاك، افرحي أيتها الممتلئة نعمة. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أما في ميلادك فحبل بغير زرع، وأما في رقادك فموت بغير فساد. إن في ذلك قد اقترن عجب بعجب مضاعف، لأنه كيف العادمة الزواج ترضع طفلا وتلبث نقية؟ أم كيف أم الإله تجهز بالأطياب كمائتة؟ فلذلك نهتف إليك مع الملائك، افرحي أيتها الممتلئة نعمة. منذ شبابي أهواء كثيرة تحاربني، لكن أنت يا مخلصي أضدني وخلصني. منذ شبابي أهواء كثيرة تحاربني، لكن أنت يا مخلصي أضدني وخلصني. يا مبغضي صهيون نفسه من تجاه الرب، لأنكم ستصيرون جافين كالعشب اليابس أمام النار. يا مبغضي صهيون نفسه من تجاه الرب، لأنكم ستصيرون جافين كالعشب اليابس أمام النار. المجد للآب والابن والروح القدس، للروح القدس كل نفس تحيا وتتناقى مرتفعة ولامعة بالثالوث الواحد بحال شريفة سرية. الآن وكل أوان وإلى دهر الدائرين. آمين. بالروح القدس تفيض سواق النعمة ومجاريها، فتروي المرايا بأسرها بالحياة المحيا. سأذكر اسمك في كل جيل وجيل. سأذكر اسمك في كل جيل وجيل. اسمعي أيتها البنت وانظري واميلي أذنك، وانسي شعبك وبيت أبيك، فيشتهي مالك حسنك في كل جيل وجيل. سأذكر اسمك إلى ربنا أطلب كريا لا يصاب، لأنك قدوس أنت يا إلهنا، وفي القديسين تستقر وتستريح، ولك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. كل نسمة فلتسبح الرب، كل
السماء فلتسبح الرب فلتسبح الرب كلنا سماء. نجد أن كنا مستحقين لسماع الإنجيل المقدس إلى رب إلهنا نطلب الحكمة لننتصب ولنسمع قراءة الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. ولروحك. فصل شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب المجد لك. لنصاغي. في تلك الأيام قامت مريم وذهبت مسرعة إلى الجبل إلى مدينة يهوذا وسلمت ودخلت إلى بيت زخريا وسلمت على إليصابات. فعندما سمعت إليصابات سلام مريم ارتكض الجنين في بطنها وامتلأت إليصابات من الروح القدس فصاحت بصوت عظيم وقالت: مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك، من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ فإنه عندما بلغ سلامك إلى أذني ارتكض الجنين ابتهاجا في بطني. فطوبى للتي آمنت أن سيتم ما قيل لها من قبل الرب. فقالت مريم: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى تواضع أمته، فها منذ الآن تطوبني جميع الأجيال، لأن القدير صنع بعظائم واسمه قدوس. ومكثت مريم عندها نحو 3 أشهر ثم عادت إلى بيتها. كعظيم رحمتك وكم لي كثرة رأفتك امحوما أثمي، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي طهرني، فأني أنا عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين. إليك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تصدق في أقوالك وتغلب في محاكمتك. ها أنا ذا بالآثام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي، لأنك قد أحببت الحق وأوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها. تنضحني بالزوفة فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني بهجة وسرورا فتبتهج عظامي الذليلة. أصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل مآثمي، قلبا نقيا أخلق فيه يا الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من أمام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسيا عضدني، فأعلم الأثمة طرقك والكفرة إليك يرجعون. أنقذني من الدماء يا الله إله خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحتك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات. فالذبيحة لله روح منصحق، القلب المتخشع والمتواضع لا يرذله الله. أصلح يا رب بمسارتك صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبيحة العدل قربانا ومحرقات، حينئذ يقربون على مذبحك العجول. المجد للآب والابن والروح القدوس بشفاعة والدة الإله وطالبتها. أيها الرحيم أمحو كثرة خطايانا وزلاتنا الآن وكل آوان وإلى دار الدائرين. يا رحيم ارحمني يا الله بحسب عظيم رحمتك وبحسب كثرة رافاتك امحو ما آثمي. عندما كان يهيأ ثقال جسدك طاهر أحضر الرسل به
وشعبك في أمن وسلام. خلص يا الله وشعبك وبارك ميراثك وافتقد علمك بالرحمة والرفات وارفع شأن المسيحيين الأرثوذكسيين أسبق علينا مراحمك الغنية بشفاعات الكلية الطهارة سيدة نواة الله الدائم بتولية مريم وبقدرة الصليب الكريم المحيط بالباط قوات السماوية المكرمة العادمة الأجساد والنبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان والقديسين مشرفين الرسل الجديرين بكل مديح وأبانا القديسين معلمي المسكون أرواس الكهنة العظماء باسيليوس الكبير وغريغوريوس اللاهوتي ويوحنا الذهبي الفم وأبانا القديسين أثناسس وكيرلس ويوحنا الرحيم بطاركة الإسكندرية وأبوينا القديسين ملاتس بطرس بطريركي أنطاكيا وأبوينا القديسين قلاوس رئيس ساقفة ميراليكية وسبيريدون سقف ترميثوس العجائبيين والقديسين المجدين الشهداء عظماء جورجس مظفر ديمتريوس فيد الطيب ثيودورس التيروني وثيودورس قائد الجيش والقديسين إغناطوس بوليكاربوس الشهيدان في رؤساء الكهنة والقديس يوسف الدمشقي الشهيد في الكهنة والقديسين المجدين الشهداء متألقين بالظفر وأبانا الأبرار إفرام وإسحاق السوريين ويوحنا الدمشقي وجميع أبائنا الأبرار تشحين بالله والصليب الكريم شفيع هذه الكنيسة المقدسة والقديسين الصديقين واكما وحن جدي المسيح إله وجميع قديسيك نتضرع إليك أيها الرب الجزيل والرحمة فاستجب لنا نحن الخطأ الطالبين إليك وارحمنا. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب برحمة ورافاة ابنك الوحيد ومحبة للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكل قدس الصالح والمحيي الآن وكل أوان ولدهر الداهرين آمين. إن والدة الإله التي لا تغفل في الشفاعات والرجاء الغير المردود في النجدات لم يضبطها قبر ولا موت لكن بما أنها أم الحياة نقلها إلى الحياة الذي حل في مستودعها الدائم البتولية الذي حل في مستودعها الدائم البتولية حصن عقلي يا مخلصي لأني أشعر أن أمجد أمك الطاهرة حصن العالم وأيدني ببرج الأقوال وسورني بالمعاني الراسخة لأنك قد قلت بأنك تستجيب طلبات الطالبين إليك بإيمان فامنحني إذن لسانا ونطقا وفطنة غير مخذولة لأنه من لدنك ترسل موهبة الاستنارة أيها الباعث النور يا من حل في المستودع الدائم البتولية في المستودع الدائم البتولية في الخامس عشر من هذا الشهر تذكار رقاد سيدتنا والدة الله الفائقة القداسة والدائمة البتولية مريم فبشفاعاتها اللهم ارحمنا وخلصنا آمين أياتها البتول إن تذكارك الشريف الموقر المزين بالمجد الإلهي قد جمع كل المؤمنين إلى السرور كما فعلت مريم قديما متقدمة برقص ودفوف مرتلين لابنك الواحد لأنه بالمجد قد تمجد أيها المسيح حكمة الله وقوته الخالقة والضابطة الكل ثبت كنيستك بدون زيغ غير متزعزعة لأنك أنت وحدك قدوس أيها المستقر في القديسين
أيها المسيح إن أقوال الأنبياء ورموزهم قد أوضحت تجسدك من البتول وأن ضياء بروقك بعث نورا للأمم واللجة تصرخ إليك بابتهاج هاتفا المجد لقدراتك أيها المحب البشر أيها المسيح إنني أحدث بحسن فضائلك الإله الذي لا يوصف لأنك قد بزغت من المجد الأزلي شعاعا ذا أقنوم مساويا له في الأزلية وتجسدت من الحاشا بتول فأطلعت شمسا للذين في الظلمة والظلال إن نار أحشاء الحوت البحر المتولد في اللج كان رسما لدفنك ثلاثي الأيام الذي ظهر يونان النبي نموذجا له لأنه إذ قد نجا كما ابتلي عابدون أذى هاتف قائلا أذبح لك بصوت التسبيح يا رب إن العشق الإلهي قد قاوم الغضب الوحشي والنار فند النار وازدرى الغيظ بأقوال ملهم بها من الله صادرات من معزفات الأبرار المثلثات الأنغام مقاوما الآلات الموسيقية مرتلا في وسط الله بهاتفا مبارك أنت أيها الممجد إله أبائنا نسبح ونبارك ونسجد للرب إن ملاك الله الكل القوة قد أوضح اللهيب منديا للفتيات الأبرار ومحرقا للكفرة وجعل والدة الإله ينبوعا لعنصر الحياة ومبيدة للموت ومفيضة الحياة للمرتلين نسبح المبدع وحده نحن المخلصين ونزيده رفعة على مدى الدهور لوالدة الإله وأم النور بالتسابيح نكرم معظمين جميع الأجيال تغبطك يا والدة الإله وحدها آياتها البتول الطاهرة إن حدود الطبيعة قد غلبت فيك لأن المولد بتول والموت قد صار عربونا للحياة فيا من هي بعد الولادة بتول وبعد الموت حيا يا والدة الإله أنت تخلصين ميراثك دائما جميع الأجيال تغبطك يا والدة الإله وحدها إن قوات الملائكة انذهلوا لما شاهدوا في صهيون سيدهم الخاص ضابطا بيديه نفس النسائية لأنه قد خطب التي ولدته بطهارة كما يليق بابن قائلا
هلومي أيتها العفيفة لتتمجدي مع ابنك وإلهك. جميع الأجيال تغبطك يا والدة الإله وحدها، إنما صفى الرسل قد دفنوا جسمك القابل للإله، ناظرين إليه باحتشام وهتفوا بنغمات شجية قائلين: يا والدة الإله، بما أنك منطلقة إلى الأخدار السماوية نحو ابنك، فأنت تخلصين ميراثك دائما. إن الملائكة لما شاهدوا رقاد البتول الكليات النقاوات اندهشوا: كيف ترتقي من الأرض إلى العلا؟ كل الأرضيين فليبتهجوا بالروح حاملين المصابيح، وطبيعة العقليين غير الأيوليين فلتحتفل معا معيدة لانتقال أم الإله الشريف وهاتفة: افرحي يا والدة الإله النقية الدائمة البتولية والكلية الطوبة. إن الملائكة لما شهدوا رقاد البتول الكليات النقاوات اندهشوا: كيف ترتقي من الأرض إلى العلا؟ هلموا بنا نبتهج في صهيون جبل الله الحي الإله الخصيب، إذ نعين والدة الإله لأن المسيح قد نقلها إلى المسكن الإله الأفضل في قدس الأقداس، بما أنها أمه. إن الملائكة لما شهدوا رقاد البتول الكليات النقاوات اندهشوا: كيف ترتقي من الأرض إلى العلا؟ هلوموا أيها المؤمنون، نتقدم نحو ضريح أم الإله ونصافح بالشفاه والقلوب والأعين والجباه، ونلامسه بوداعة مستمدين مواهب الأشفية الغزيرة المتدفقة من الينبوع الدائم التسلسل. إن الملائكة لما شهدوا رقاد البتول الكليات النقاوات اندهشوا: كيف ترتقي من الأرض إلى العلا؟ يا أم الإله الحي، تقبلي منا تسبيح الوداع وظللينا بنعمتك الإلهية الباعثة الضياء، مانحة الظفر للملك وسلاما للشعب المحب المسيح، ولنا نحن المرتلين الغفران وخلاص النفوس. جميع الأجيال تغبطك يا والدة الإله وحدها، أياتها البتول الطاهرة، إن حدود الطبيعة قد غلبت فيك، لأن المولد بتولي والموت قد صار عربونا للحياة، فيا من هي بعد الولادة بتول وبعد الموت حية، يا والدة الإله أنت تخلصين ميراثك دائما. إذن وإدوم السلام إلى ربنا أطلوب كيري أليسو، أضد وخلص وارحم واحفظني يا الله بنعمتك يا رب رحمة.
بعد ذكرنا الكليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البتوليات مريم مع جميع القديسين، فلندع ذواتنا بعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله، لأنه إياك تسبح كل قوات السماوات، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. سبحوه على مقدرته، سبحوه بحسب كثرة عظمته. يا من لم تعرف رجلا البتول
الموت أفرح في رقادك، فهو سرور الملائكة، والأرض بأسرها لك ترسل التسبيح مرتلة نشيد تجهيزك. أم سيد الكل والمنقذة الأنام من قضاء جدي كان يخيفهم. سبحوه بلحن البوق، سبحوه بالمزمار والقيثارا. يا من لم تعرف رجولا الباتون المبارك، السماء تفرح في رقادك، فهو سرور الملائكة، والأرض بأسرها لك ترسل التسبيح مرتلة نشيد تجنيزك. أم سيد الكل ومنقذة الأنام من قضاء سبحوه بالطبل والمصاف، سبحوه بالأوتار وآلات الطرب. إن الرسل هرعوا من جميع أخطار الأرض في تدبير الله من أجل دفنك، فإذ رأوك مرتقيا من الأرض الأولى سبحوك قائلين بلهجة جبرائيل متهلل. افرحي يا مركبة اللاهوت، يا من وحدت بطفلها الأرضيين والعلويين. سبحوه بنغمات السرور، سبحوه بسروج التهليل، كلنا سما فلتسبح الرب. يا عروس الله العلي البتولة والوالدة، يا من قد ولدت للعالم الحياة، قد انتقلت إلى الحياة وحولك القديسون رئاسة وملائكة رسلا وأنبياء وخلق كثير. أما نفسك العديمة العيب فقبلها مولود في يدي النقيتين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. Oh.
المجد لك يا مظهر النور، المجد لله في العلاء، وعلى الأرض السلام، وفي الناس المسرة. نسبحك نباركك، والجود لك نمزد، نشكرك من أجل عظيم جلال مجدك. Vasile, fe puranie, the pater pando crator, Kyrie, ie mono jenes, Iesu Christe, ke aion pnevma. Eyuha Rabbul Ilah, ya hamal Allah, ibn Allah, lorofi haqadiyat il'alam, irhamna ya Rabbi, Πρόσδεξε την δέηση νημών, ο καθημένος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Λιάννακα αντα βαχδεκα χουτούσον, αντα βαχδεκα Ραμπου Ιεσούλ Μεσίχ, η μεσδη λέει λάβη αμήν. Τι κουλλή αούμεν ουμπαρικοκ, وأسبح اسمك إلى الأبد وإلى أبد الأبد. أهلنا يا رب أن نحفظ في هذا اليوم في غير خطيئة. مبارك أنت يا رب إله أبائنا، ومسبح وممجد اسمك إلى الأبد آمين. لتكن يا رب رحمتك علينا كمثل اتكالنا عليك. مبارك أنت يا رب علمني حقوقك. مبارك أنت يا رب علمني حقوقك. Ευλογητός η Κύριε, διδάξον με τα δικαιώματα σου. Για Ραμπού μελζάν κοντά λένα φυζήλεν μαζήλ, αν αγκουλτού λόρο, ηρχαμτή βασφή νευσή, διέμνανη, ορχωτή. يا رب إليك لجأت فعلمني أن أعمل رضاك لأنك أنت هو إلهي. لأن من قبلك عين الحياة وبنورك نعاين النور. فابسط رحمتك على الذين يعرفونك. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κουδούσον قدوس الذي لا يموت حمنا. وَتَرَكِّيَا
بأنك انتقلت إلى الحياة بما أنك أم الحياة فبشفاعتك أنقذي من الموت نفوسنا. مباركة مملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. بسلام إلى ربنا أتلو من أجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى ربنا أتلو من أجل سلام كل العالم وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى ربنا أتلو نجي هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى ربنا أتلو يا رب ارحم نجي أبينا وبطريركنا يوحنا والكهنة المكرمين والشمامس الخدام بالمسيح وجميع الإكليروس والشعب إلى ربنا أتلو من أجل حكامنا ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى ربنا أتلو يا رب ارحم من أجل هذه المدينة وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى ربنا أتلو نجاة الدال الأهوية وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلامية إلى ربنا أتلو من أجل المسافرين برا بحرا وجوا المرضى والمتألمين والأسرى وخلاصهم إلى ربنا أتلو من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى ربنا أتلو يا رب ارحم اعطد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك بعد ذكرنا الكليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنودى ذواتنا بعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لأنه بك يليق كل تمجيد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين هللوا لله يا جميع الأرض اعترفوا له وسبحوا لاسمه من شفاعات والدة الإله يا مخلص خالصا في مدينة رب القوات في مدينة إلهنا صار موضعه بسلام ومسكنه في صهيون بشفاعات والدة الإله مخلص خالصنا المجد لله والابن والروح القدس لنا وكل أوان ولدهر الداهرين آمين بشفاعات والدة الإله مخلص خالصنا أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلع اعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس
لنا وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. يحب الرب أبواب صهيون أكثر من جميع مساكن يعقوب. خلصنا يا ابن الله يا من هو عجيب في قديسين، نحن المرتلين لك هاليلويا. لقد حدث عنك بالفخر يا مدينة الله. خلصنا يا ابن الله يا من هو عجيب في قديسين، نحن المرتلين لك هاليلويا. الله أسسها إلى الدهر، لقد قدس العلي مسكنه. خلصنا يا ابن الله يا من هو عجيب في قديسين، نحن المرتلين لك هاليلويا. المجد للآب والابن والروح القدوس الآن وكل آوان وإلى دهر الدائرين. آمين. يا كلمة الله لابن الوحيد الذي لم يزل غير بائس، لقد قابلت أن تتجسد من أجل خلاصنا من القديسة والدة الإله الدائمة البتولية مريم، وتأنست بغير استحالة وصلبت أيها المسيح إلى هنا، وبموتك وطئت الموت، وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس المنشد مع الروح والروح القدس خالصا. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. اعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، فلندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله، لأنك إله صالح ومحب للبشر، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولدهر الداهرين. آمين. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي. في ميلادك حافظ البتولية وصلتها، وفي رطانك ما ملت العالم، وتركي يا والدة الإله، لأنك انتقلت إلى الحياة بما أنك أم الحياة، فبشفاعتك أنقذي من الموت نفوسنا. بماذا أكافئ الرب عن كل ما أعطاني؟ ميلادك حافظ البتولية وصلتها، وفي رقادك ما ملت العالم، وتركت يا والدة الإله، لأنك انتقلت إلى الحياة بما أنك أم الحياة، فمن شفاعة من الموت نفوسنا. حكمة فلنستقم. هلموا لنسجد ونركع للمسيح مالكنا وإلهنا. خلصنا يا ابن الله يا من هو عجيب في المرتلين لك
في حافظ المأمونية وفضيها وفي رفادك ما أمنت العالم وتركت فيه والدة الإله لأنك انتقلت إلى الحياة بأنك أم الحياة فبشفاك يعطيك من الموت نفوسا اندي انيسيت بارثانيا في لاكساس اندي كيميسيت غوزمون وكاتالي بستيوتوكي متستيس بروستين زوين ميتيري باركوسا تي زويس كتس بريزفيس تسس لترومني εκθάνα τούτας ψυχάς ημών. Φι μιλέτικη χαβήθηλ με τουλία τα ασουντία και φι με μελθήν άλεμ και τερεκτία βαλήνα τελήλα λιέννα κίντα βάλθηλ αλχάια بأنك أم الحياة فبشفاعتك أنقذني من الموت نفوسا إن والدة الإله التي لا تغفل في الشفاعات والرجاء غير المردود في النجادات لم يضبطها قبر ولا موت لكن بما أنها أم الحياة نقلها إلى الحياة الذي حل في مستودعها الدائم البتولية إلى رب لأنك قدوس أنت يا إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين قدوس لله قدوس للقوي قدوس للذي لا يؤود الحمام أيوس Αγίος ισχυρός, Αγίος αθάνατος, ελέησον ημάς. القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الدائرين آمين قدوس الذي لا يموت ارحمنا ذي نميس تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي لأنه نظر إلى تواضعي
أمته الحكمة. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل فيلبي. لنصغي يا إخوة، ليكن فيكم الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ هو في صورة الله لم يكن يعتد مساواته لله اختلاسا، لكنه أخلى ذاته آخذا صورة عبد، صائرا في شبه البشر وموجودا كبشر في الهيئة، فوضع نفسه وصار يطيع حتى الموت، موت الصليب. فلذلك رفعه الله ووهبه اسما يفوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة مما في السماوات وما على الأرض وما تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح رب لمجد الله الآب. سلام لك أيها الأخ القارئ. الحكمة. فلنستقم ونسمع قراءة الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. ولروحك. فصل شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير والتلميذ الطاهر. لنصغي. في ذلك الزمان دخل يسوع قرية فقبلته امرأة اسمها مرتا في بيتها، وكانت لهذه أخت تسمى مريم، فجلست هذه عند قدمي يسوع تسمع كلامه، وكانت مرتا مرتبكة في خدمة كثيرة، فوقفت وقالت: يا رب، أما يعنيك أن أختي قد تركتني أخدم وحدي؟ فقل لها أن تساعدني. فأجاب يسوع وقال لها: مرتا مرتا، إنك مهتمة ومضطربة في أمور كثيرة، وإنما الحاجة إلى واحد، فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لا ينزع منها. وفيما هو يتكلم بهذا رفعت امرأة من الجمع صوتها وقالت له: طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهما. فقال: بل طوبى للذين يسمعون كلمة الله ويحفظونها. المجد لك يا رب، المجد لك. إذن وأيضا بسلام إلى ربنا أطلب. أضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك حكمة. نسألك مرارا كثيرا نتضرع إليك أيها الصالح المحب البشر أن تنظر إلى طلباتنا، تنقي نفوسنا وأجسادنا من كل دنس بشرية وروح، تمنحنا أن نمثل لدى مذبحك المقدس بلا لوم ولا دينونة. هب اللهم للذين يصلون معنا النمو في المعيشة والإيمان والفهم الروحي، أعطهم أن يعبدوك كل حين بخوف ومحبة، وأن يشتركوا في أسرارك المقدسة بلا لوم ولا دينونة. أهلهم لملكوتك السماوي، حتى إذا كنا محفوظين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر داهرين. الحسن وحده نظر إلي أنا عبدك القاطع البطال، والله بنفسي وقلبي كلية في سبيل.
واجعلني كفؤا بقوة روحك القدوس، لأن لا نعمة الكهنوت نقفة لدى مائدتك المقدسة ودمك الكريم، فإني إليك أتقدم حاليا وإليك أطلب الله تصرفك عني، ولا تزل من عبيدك ونصيب تقدم لك هذه القرابين مني، أنا عبدك القاطي غير مستحق، لأنك أنت المقرب والمقرب القابل والموزع أيها المسيح الداعون إليك، نرفع المجمع بك الذي لا بد له وروحك الكلي قدوس صالح المحلان وكلاوان ولا دهر الداهنين أمين. أيها الممثلون الشيروبيم سريانا المرنمون التسبيح المثلث تقديس الأكثر والسموحي، لنقرع عنا كل اهتمام الدنيا وزيننا مثمونا نستقبل ملك الكل تحفظ المرات ملاكية بحال غير مظهورة لليا هللويا هللويا. قد رأينا ارحمني يا الله بعظيم رحمتك وبحسب كثرة آفاتك امحو مآثمي، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي فحرمني، فاني انا عارف باثمي وخطيئتي امامي في كل حين، اليك وحدك اقصاك وشر قدامك صلاه، لكي تصدق في اقوالك وتغلب في محاكمتك، انا باب لا سامح بلادي وبالخطايا ولدتي، لانك قد احببت الحق واوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتك، فامضحني بالجوفة فاطهر تغسلني فابيض اكثر من الثلج، اسمعني بهجة وسرورا فتبتهج عظامي ذليلا، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل ما اسمي قلبا نقيا اخلق فيها يا الله وروحا مستقيما جدد في احشائي، لا تطرحني من امام وجهك وروحك القدوس لا تنزعني، نحمي بهجه خلاصك بروحك يا عزيز الامور، تعلمنا تماطرقك والكفر اليك يرجعون، انقذني من الدماء يا الله الى خلاصي فيبتئي لساني بعدلك يا رب، افتح شفتي فيغفر لي ربي بتسبيحك، لانك لو اثرت ذبيحه لكنت الان عصي، لكنك لا تشرب بالمحرقات، فالذبيحه لله روح مستحق القلب المتخشع والمتواضع لا يرضه الله. نستقبل ملك الكون وجميع المسيحيين حسن الاخلاق الساكنين في هذه المدينه والمجتمعين في هذه الكنيسه المقدسه، وكلاها الذين ينفعون ويخدمون وفيها يرددون، أعد اللهم في هذا القرب المقدس من أجل صحتهم وعافيتهم وتوفيق أمورهم وراحة نفوس موتاهم، أعد اللهم معينين بهذا العيد الشريف ومتسمين باسم الأبرار مريم المقدسة شفيعين بشفاعاتها
جميع الذين ذكرت اسمهم على الافراح لله المقدس ليذكر الرب الاله في ملكوته السماء كل حين الان وكل اوان والى دهر الدهر المطوبين الدائمين ذكر الذين عمروا هذا الهيكل المقدس والسابق رقادهم من أبائنا وإخوتنا الراقدين ها هنا وفي كل مكان عبيد الله السابق رقادهم الذين ذكرت أسمهم على المذبح المقدس وجميع أمواتكم في المسيح ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين كهنوتكم يذكر رب الإله في ملكوت السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين طلبة للرب نجي هذه القرابين الكريمة المقدمة إلى ربنا أتلو نجي هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى ربنا أتلو مجدي نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلو يا رب ارحم اضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة الرب نسأل ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا نفوسنا وأجسادنا الرب نسأل مسامحة خطايانا وغفران زلاتنا الرب نسأل الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم الرب نسأل أن نتمم بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة الرب نسأل أن تكون آخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل ورسولك يا بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدة والدة الإله دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله رفات ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسها الصالح والمحيلان وكل آوان وإلى دهر الداهرين Yeah.
الأبواب بحكمة لنصغي. أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاط السلطنطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد يدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له ومجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين. لنقف حسنا لنقف بخوف لنصغي لنقدم بسلام القربان المقدس نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس لتكن معكم جميعا لنضع قلوبنا عند الرب لنشكرن الرب كانت الإله الذي لا يفي وصل ولا يحد عقل غير المنظور غير المدرك الدائم وجوده الكائن هكذا هو هو أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا وما برحت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وهبتنا ملكك الآتي فمن أجل هذه كلها نشكرك أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس من أجل كل الإحسانات الصائرة إلينا التي نعلمها والتي لا نعلمها الظاهرة وغير الظاهرة نشكرك أيضا من أجل هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا مع أنه قد وقف لديك ألوف رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة والشروبيم والسرافيم ذو الأجنحة الستة والعيون الكثيرة متعالين ومجنحين تسبيح الظفر مترنمين وهاتفين وصارخين وقائلين فلاتي باسم الرب وصلنا في العالي فمع هذه القوات المعبوطة نهتف نحن أيضا أيها سيد المحب البشر ونقول قدوس أنت وكل القداسة أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس قدوس أنت وكل القداسة ومجدك عظيم الجلال أنت أحببت عالمك بهذا المقدار حتى إنك بذلت ابنك الوحيد لكي لا يهلك من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية فإنه لما أتى وأكمل كل التدبير الذي من أجلنا ففي الليلة التي أسلم فيها ولولا أنه أسلم ذاته من أجل حياة العالم بعد أن أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين البريئتين من العيب وشكر وبارك وقدس وكسر أعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلا خذوا كلوا هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا كذلك الكأس من بعد العشاء قائلا اشربوا منها كلكم هذا هو دمي للعهد الجديد
الذي يهراق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. التي لك وهي مما لك، ونحن نقدمها لك عن كل شيء ومن أجل كل شيء. إياك نسبح، إياك نبارك، إياك نشكر يا رب، وإليك نطلب يا إلهنا. أيضا نقرب لك هذه العبادة الناطقة وغير الدموية، ونطلب ونضرع ونسأل، فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة، واصنع أما هذا الخبز فجسد مسيحك المكرم. آمين. وأما ما في هذه الكأس فدم مسيحك المكرم. آمين. محولا إياهما بروحك القدوس. آمين. 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 لكي يكونا للمتناول لنبهة النفس مغفرة الخطايا وشركة روحك القدوس وكمال ملكوت السماوات والدالة لديك، لا لمحاكمة ولا لإدانة. أيضا نقرب لك هذه العبادة الناطقة من أجل الذين توفوا على الإيمان، الأجداد والأباء ورؤساء الأباء والأنبياء والرسل والكارزين والمبشرين والشهداء والمعترفين والنساك وروح كل صديق توفي على الإيمان. خاصة نجد كلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا وليدتي مريم جميل. يا رب ولنا أبانا وبطريركنا يوحنا وهب لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا مكرما معافا مديد الأيام مفصلا باستقامة كلمة حق. والخاطرين في فكر كل واحد من الحاضرين جميعهم وجميعهن. واعطنا أن نمجد ونسبح بفم واحد وقلب واحد اسمك الكلي الإكرام والعظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
بعد ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضهم سلام إلى ربنا أطلو نجي هذه القرابين الكريمة المقدمة والمقدسة إلى ربنا أطلو حتى أن إلهنا المحب البشر الذي قبل على مذبحه المقدس السماوي العقلي رائحة طيب زكي روحي يرسل لنا عوضا منها النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلو بعد التماسنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس فلندع ذواتنا بعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله واهلنا أيها السيد أن نسرى بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أيها الإله السماوي ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولدهر الداهرين السلام لجميعكم لنحن رؤوسنا للرب نشكرك أيها الملك غير المنظور يا من بقدرته التي لا تقدر أبدع الأشياء كلها برحمته الكثيرة أخرجها من العدم إلى الوجود أنت أيها السيد اطلع من السماء على الذين حنوا لك رؤوسهم لأنهم ما حنوها للحم ودم بل لك أيها الإله المهيب فأنت إذن أيها السيد سهل أن تكون هذه القدسات لخيرنا جميعا بحسب حاجة كل واحد منا رافق المسافرين واشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا بنعمة ورفاة ابنك الوحيد ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدس والصالح والمحي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني أرفعك يا ملكي وإلهي روزق من القدسات للقديسين يجزأ يا سيد الحمد ويؤكل دائما ولا ينفع كمل يا سيد الكأس المقدسة وركب خراب قدساتك في الحين الآن وكل أوان ولدان سائلين من خراب قدساتك لقد وقفت أمام أبواب هيكلك وعن الأفكار الرديئة لم أنفصل لكن أنت أيها المسيح الإله يا من برر العشارة ورحم الكنعانية وفتح للص أبواب الفردوس افتح لي حنوة محبتك للبشر واقبلني متقدما إليك ولامسا إياك كما قبلت الزانية والنازفة الدم أما هذه فبمسها هدب ثوبك نالت الشفاء بأيسر مرام وأما تلك فبإمساكها قدميك الطاهرتين نالت حل خطاياها وأما أنا المرثية له فبتجاسري على أن أقبل جسدك كله لا تحرقني بل اقبلني مثل هاتين وأنا الحواس نفسي محرقا جراثيم خطيئتي بشفاعات التي ولدتك بلا زرع والقوات السماوية لأنك مبارك إلى أبد الدهور آمين أؤمن يا رب وأعترف بأنك أنت بالحقيقة المسيح ابن الله الحي الذي أتيت إلى العالم لتخلص الخطأ الذين أنا أولهم وأؤمن أيضا بأن هذا هو جسدك الطاهر نفسه وهذا هو دمك الكريم عينه فأطلب إليك أن ترحمني وتغفر لي زلات الطوعية والكرهية التي بالقول والتي بالفعل التي بمعرفة والتي بغير معرفة وأهلني بلا دينونة أن أشترك في أسرارك الطاهرة لغفران الخطايا وللحياة الأبدية ها أنا ذا أتقدم إلى الشركة الإلهية فلا تحرقني من جرى تناولي إياها يا جابلي فإنك نار تحرق غير المستحقين بل طهرني من كل دنس
اقبلني اليوم شريكا لعشائك السري يا ابن الله، لأني لن أقول سرك لأعدائك ولا أقبلك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكن كلصي أعترف لك هاتفا، أذكرني يا رب في ملكوتك. ارهب أيها الإنسان عند نظرك الدم المؤله، فإنه جمر يحرق غير المستحقين. إن جسد الإله يؤلهني ويغذيني، يؤله الروح ويغذي العقل على منوال غريب. لقد شغفتني بالشوق إليك أيها المسيح، وحولتني بعشقك الإلهي، فاحرق خطاياي بنار غير هيولية، وأهلني لأن أمتلئ من النعيم الذي فيك، لكي أعظم طربا حضوريك أيها الصالح. في بهاء قديسيك كيف أدخل أنا غير المستحق؟ فإني إن تجرأت على الدخول معهم إلى الخدر يبكتني لباسي، لأنه ليس لباس العرس، وأطرح من الملائكة مغلولا. فطهر يا رب دنس نفسي وخلصني بما أنك محب للبشر. أيها السيد المحب البشر الرب يسوع المسيح إلهي، لا تصر لي هذه القدوسات لمحاكمة لعدم استحقاقي، بل لتطهير النفس والجسد وتقديسهما، ولعربون الحياة والملكوت الآتيين. أما أنا فخير لي أن ألتصق بالله وأضعها في الرب رجاء خلاصي. اقبلني اليوم شريكا لعشائك السري ابن الله، لأني لن أقول سرك لأعدائك ولا أقبلك قبلة غشة مثل يهوذا، لكن كاللصي أعترف لك هاتفا، أذكرني يا رب في ملكوتك. كأس الخلاص أقبل وباسم الرب يدعو، هللويا. كأس الخلاص خوف الله وإيمان ومحبة تقدموا. الله الرب ظهر لنا مبارك نعمتي بسم الله. إن الرسول أربي مرتضين على سبوح بالإشارة للإلهي. لا تصلبوا بعد المناولة، ما حدا يصلب بعد. ليصافحه بتعظيم
حال غير موجات نحو
العالم بك رحمته العظمى. كم غريبة أسرارك يا رقية يا عرسا حمل علي ويا والأرض بأسرها لك
خلص يا الله شعبك وبارك ميراثك. كل حين لنا وكل اوان والى دهر الداهرين. امين. يمتلئ فمنا من تسبيحاتك يا رب كي نسبح مجدك، لأنك أنتنا للاشتراك بأسرارك المقدسة. يحفظنا بقداستك دارجنا طول النهار ببرك. هللويا هللويا هللويا. بعد ذكرنا الكلية بعد أن سنن يكون نهارنا كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة، فلندع ذواتنا بعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. نشكرك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا لأنك أهلتنا في هذا اليوم أيضا لأسرارك السماوية غير المائتة. قوم يا رب طرقنا، ثبتنا جميعا في خوفك، احفظ حياتنا وتد خطواتنا بصلوات وطلبات المجيدة والدة الإله الدائمة لبتولية مريم وجميع قديسي، لأنك أنت تقدسنا وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. نخرج بسلام إلى ربنا. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. اسم الرب بارك يا أب. إلى الرب نطلب. بركة الرب رحمته تحلان عليكم من نعمته الإلهية ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أمين. أيها المسيح إلهنا الحقيقي بشفاعة يومك القديسة الكليات الطهارة والبريئة من كل عيب التي نقيم تذكار رقادها في هذا اليوم وبقدرة الصليب الكريم المحيي حامي هذه الكنيسة المقدسة وهذه الرعية وبطلبات القوات السماوية المكرمة العادمة الأجساد وتوسلات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان والقديسين المشرفين الرسل الجديرين بكل مديح والقديسين المجيدين الشهداء المتعلقين بالظفر وأبائنا الأبرار المتوشحين بالله وأبينا الجليل في القديسين يوحنا الذهبي الفم رئيس ساقفة القسطنطينية
والقديسين الصديقين وأكيم وحني جدي المسيح الإله وجميع القديسين ارحمنا وخلصنا بما أنك صالح ومحب للبشر. الثالوث القدوس فليحفظ حياتكم كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. بصلوات أبائنا القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. كل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم جميعاً.